لو الحكاية فيها إن فيتو. سعيد جدا ان انا اكون موجود في هذا الاجتماع المهم وفي ورشه العمل ما بين منظمه الكوميسا وجهاز حمايه المستهلك لجمهوريه مصر العربيه لدراسه ما يجب ان يكون عليه التفكير المتكامل لحمايه المستهلك في هذه المنطقه. اعتقد لن اضيف كثير وبشكر مستر جورج وبرحب بيه، وبدون ما اتدخل في ذلك كافة العناصر اللازمة للعمل. اعتقد التابع الكلمة بتاعت مستر جورج موجودة فيها. ما هو المطلوب مننا واضح. ما يجب أن نفعله هو يجب أن نعلمه حتى نفعله، ولو مش عارفين نسأل. المطلوب واضح. إيه اللي المفروض نعمله؟ اللي هو المفروض يتعمل حتى يتم تحقيق هذا المطلوب. محتاجين أمور معينة نسأل فيها ويبقى متأكدين إن إحنا نقدر نحصل عليها. الأمور الهامة التي يجب أن ننظر لها، نحن نتكلم كثيرا عن الجلوباليزيشن، نتكلم كثيرا عن العولمة، يعني نتكلم كثيرا عن انتهاء الجغرافيا والحدود ما بين الدول، نتكلم كثيرا عن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها على كافة المجالات. نتكلم كثيرا عن ما يجب أن يكون هناك تنسيق على مستوى زي الأمم المتحدة بتعمل على مستوى العالم، ثم على مستوى الريجن، ثم على مستوى المناطق الاقتصادية المشتركة مع بعض. كل ذلك واضح. إن لم نأخذ به لن نستطيع أن نحقق ما هو مطلوب.